Hvorfor? Det er for nej. Jeg bliver til bæret. تحبين البرد. مشكور يا عمر، بس أنا خلاص صرت ما أحب البرد. الله بل صلاح، صلاح تعال، هذا عمر جايب لي برد وجاي يطمن علي. شلونك عمر زين؟ بروح. هذا شايبه هني. صلاح ايش فيك؟ اهدى، عمر جايب لي برد وجاي يطمن علي. وفاء انت اللي ايش فيك؟ انت نسيت ان هذا غير مسؤول عن تصرفاته؟ لو سمحت اهدى شوي، بعدين روح قبل اهل يوني يشوفونك، خلي اليوم يعدي على خير. وفاء هلا يما، شلونك يما؟ احسن اليوم؟ الحمد لله. شلون المعنويات؟ الحمد لله. ايوه، من اهم الاشياء اللي لازم يتسلح فيها الانسان المعنويات. وانت الصاج، سمعي كلام ابوك، لازم يكون عندك عزيمه واراده. ايوه، لأن الجندي وهو الشخص اللي رايح للمعركة معرض 90% للموت، وإذا ما كانت معنوياته مرتفعة ما يقدر حتى يحافظ على 10% اللي يعيش فيهم. عدل؟ إي نعم عدل، كلام أبوك عدل. برد من رعدك كان اكلي وفاء، اكلي. انا طقيتي وشلخت طق، وليش حق وفاء؟ بدي اخرب بيت والاليكس. انت اهدى بس وخلينا نفكر. والله ماني عارف ايش بدي اسوي مع اللئيم هاد. قل لي يا عدنان، هو مضايقك بشي؟ من الخطبة اتفقنا انه يسجل نور بالجامعة، وهذا كان شرط الزواج. جميل، بعده ما سجلها؟ لا، وكل ما نور بتفتح معه هالموضوع هاد بلاقي الف حجة وعذر حتى يأجل. هذا غير انه استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. غير شو يا عدنان؟ احكي. هذا غير انه بيضل طول الليل وطول النهار سكران، وغير هيك بشك بنور كمان، بدي اطخه واخلص منه. طخه؟ شو اللي بتحكيه يا رجل؟ لانه فعلا احترت معه، ايش بدي اساوي؟ قل لي. انا بقول لك شو تساوي. اتصل معه على الموبايل وحدد معه موعد، وقعد معاه رجل لرجل وتفاهمه، يمكن يا أخي الزلم عنده وجهة نظر، ويمكن ما يكونش سيء لهالدرجة. أنت هيك رأيك يعني؟
أنا بقول خير البر عاجله. عمر، عمر ليش طلعت من غير ما تقول لي؟ وين رحت؟ عمر لا تسوي شي مرة ثانية. يلا يلا قوم، خلنا نمشي. قوم. ما عافي. كو 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 كل الشعر. قوم قوم. أشوف نور وجفنا الأحباب غافي مثل الورق اللي عانقته العصافير، نامت وفي نوم الملاك العوافي، يعلها تصبح وتمسي على خير. وفاء يبا انت مين شيء؟ لا يبا سلامتك. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. يما يما الله يخليك، شيل الكرسي هذا من هني، ما ابي اشوفه. وفاء ايش فيك يما؟ هذا الكرسي لك، لازم تستعملينه، لازم تتعودين عليه. يما الله يخليك، ودي انسى ان انا معاقه، مليت من التفكير، شيلوه من هني. خلاص خلاص يا حبيبتي خلاص، ريحي نفسك واقوم اشيله. مساء الخير. اهلين. شو اول مره بعرف انه عندك هيك اهتمامات. شو قصدك؟ لا يعني انه مقهى وقهوة، مع انه بعرف انه مسموح لك بس فنجانين قهوة وسيجارتين باليوم، صح؟ عشان هيك انا بجي لهون، تحس بحالي انسان طبيعي مثلي مثل غيري. حلو الفكرة. أليكس، ما طلعنا عن الموضوع. ليش نحن دخلنا بموضوع حتى نطلع منه؟ عموما انا جاي عشان اسمعك، تفضل. انت ونور. شو مالنا أنا ونور؟ شكت لك إشي؟ مش هذا المهم. شو المهم؟ عشان ما نطلع من الموضوع، أنا ونور شو مالنا؟ أول إشي شكك فيها، شو؟ ما عندك كلام تجاوب؟ لا لا لا، أنا بالعادة بحب أسمع للآخر بعدين برد. تفضل. وتاني اشي، شربك الدائم وادمانك على الخمرة، الشي هاد ممكن يخلق مشاكل بينك وبينها. وتالت اشي والاهم، موضوع الجامعة ودراستها. لهلأ انت يا أليكس ما خطيت ولا خطوة واحدة بهالاتجاه. ليش؟ مع انه كان اتفاقنا اثناء الخطبة انها تكمل الدراسة. تراجعت عن الشيء؟ احكي. على كل حال انا خلصت اللي عندي. اول اشي عمي، بالنسبة للموضوع، موضوع الشك، هذا مو شك، هذا غيرة. وبتصور اي زلمة متجوز من حقه يغار على مرته، وخصوصا اذا كانت بنت حلوة وامورة مثل نور. هذا اشي من حقي عمي. بعدين يعني أنا عم بشوف بعيون الناس النظرات اللي لها. بصراحة يا عمي، صحيح أنا كنت بأمريكا، بس أنا مش أجنبي ودمي بارد، أنا عربي ورح أضل عربي. بارك الله فيك. بالنسبة للموضوع الثاني، موضوع المشروب والخمرة، يعني أنا بصراحة مستغرب، أنه مستغرب من نور. ليش؟ لأنها قالت لي عنه؟ بصراحة لأنها حكت لكم عن السلبيات بس ما حكت عن الإيجابيات. كيف يعني؟ عمي أنا ونور ناقشنا موضوع المشروب والخمرة
واتفقنا اني اخفف من الكميه اللي بشربها. لازم تساعدني هي بهذا الموضوع، يعني مثلا انت هلا لو ما كانت خالتي ام نور واقفه بجنبك كان تقدر تسيطر على حالك بالتدخين وشرب القهوه؟ لا طبعا، كنت بدخن اكثر وبشرب قهوه اكثر وبخالف تعليمات الدكتور. وانا يا سيدي كمان مدمن على الكحول وانا بعترف بهذا الحكي. عشان هيك انا ونور قعدنا وناقشنا هذا الموضوع وحطينا خطه. اولا انا ما راح اشرب الا بالبيت حتى اكون تحت عيونها لنور وتشوفني وتسيطر على الكميه اللي بشربها. بعدين يا عمي هو الواحد لشو بتجوز؟ مش عشان يجيب طفل يحمل اسمه، مش عشان يكون في وحده بجنبه تدير بالها عليه وتنظم حياته. مزبوط معك حق. عفوا انا ما بقصد اجرحك بس نحن اهل. صحيح صحيح عمي، وانا على الاطلاق مش محرج قدامك، ونحن اهل في النهايه. انا بعتبرك مثل والدي الله يرحمه. ما في شك انا مثل ابوك. عموما عمي الموضوع الثالث موضوع دراسه نور وهو الاهم. انا بتمنى تسال نور ليش هي بدها تاجل هذا الموضوع. نور بدها تاجل الموضوع؟ معقول؟ نور يا عمي بدها تخلف وبعدين بدها تكمل دراسة. أنا بصراحة يعني ما كنت أعرف إنه نور هالقد بتموت بالولاد الصغار، هذا الحكي عرفته من فترة. طيب إذا بدها طفل وبعدين بدها تكمل دراستها بالجامعة، ليش ما خبرتني أو خبرت أمها؟ عمي إذا هذا الحكي رح يضل بيني وبينك بحكي لك. أكيد رح تضل هالمواضيع بيني وبينك. وأنا طالع حكيت لنور إنه جاي أشوفك، بتعرف شو طلبت مني؟ لا. ترجتني ترجاي انه ما احكي لك عن موضوع تاجيل الدراسه مشان الخلفه. طيب ليش بدها ما اعرف؟ عمي نور محرجه منك، بتعرف قديش موضوع الدراسه مهم بالنسبه لإلك. وصراحه خليني اكون واضح معك، بالقانون الامريكي اذا الزوجه جابت طفل هذا الحكي بيسرع من موضوع الحصول على الجنسيه الامريكيه، ويمكن نور عشان هيك عم بتفكر بهذا الموضوع هلا. ما يدري، أنا وصلت المطار بروحي وكان السايق ناطرني. آه، أنت نحشتي من السايق ولا قهوة ليابج؟ لا يمّا، ما خليته يشوفني، خذيت تاكسي ويتيني على طول، حتى أغراضي خليتهم بالمطار. يا بعد عمري يا حياتي، حبيبتي. وعفي، قول بعد شعر. إن شاء الله. ايه اقول لك شعر بالسيارة، بس الحين خلنا نمشي اوصلك البيت علشان بروح حق وفاء المستشفى. زين. من هذا يما؟ لا تخافين قومي دشي داخل يلا بسرعة. هلا حبيبي تفضل. جوا. هلا والله. ليش حاطة المفتاح في الباب؟ مالك عادة؟ عندي لك مفاجأة حلوة. الله يستر من المفاجآت. يا حبيبي عندي لك أحلى مفاجأة بالدنيا. تفضل اقعد. تفضل. قاعدنا. حبيبي بس دقيقة واحدة، أوكي؟ شفيك ما تقدر تقول لها يلينا خلاص لازم نفترق ما أقدر أكمل. أعرفك بحياتي وعمري كلها منى بنتي. هلا منى، شلونك يبا؟ زينة. منى هذا عمك فهد. هلا عمي، بس لا يطلع مثل عمي حسن.
منى حبيبتي عيب. عمك فهد احسن ريال شفته بحياتي. عموما انا كنت جاي ابي اشوف اذا كنت تبين شيء. وين ماشي؟ اي عندي شويه شغل بروح وبرجع. بتي اليوم؟ اذا خلصت شغلي. مع السلامه. مع السلامه. نور هلا الوحده لما تتجوز بعرف شو بتكون سوت بحياتها. اكيد بعرف. بتكون ارتبطت بانسان بيهتم فيها وبتهتم فيه. بتكون بعدت قريب وقربت غريب، يعني جوزها، وجوزها بصير هو الأولوية مش أهلها، مش هيك؟ شو الهيئة؟ حكيت مع أهلي شي؟ اليوم التقيت مع أبوكي، بصراحة كتير أحرجني. ليش أحرجك؟ شو قال لك؟ تفاجأت أنه بيعرف كل تفاصيل حياتنا. يعني حبيبي ما كان له داعي هذا موضوع المشروب، هو على رأيه مثل ما سماني مدمن كحول. بس أنا ما قلت عنك إنك مدمن كحول. بعرف حبيبي بعرف، بعرف أنت لما حكيتي ما كان قصدك إلا لأنك بتحبيني وبتخافي على مصلحتي، مش هيك؟ مظبوط. انت صار عم تشرب كتير، انا صرت اخاف على صحتك كتير. مش مختلفين، بس خلينا نتفق انا وياكي على شغله. هذا البيت بيتي انا وياكي، والاسرار اللي فيه اسراري انا وياكي. اوكي اوكي. وبوعدك هاي آخر مرة بحكي فيها أسرار بيتنا. كمان في شغلة تانية، هلأ لازم أنا وياك نكون على رأي واحد، يعني الحكي اللي بحكيه أنا لازم يكون هو نفس الحكي اللي أنت بتحكي. متفقين؟ اتفقنا. ووعدك كمان. في كمان هيك شغلة صغيرة حاب أحكيها معك. أبوك اليوم فتح موضوع دراستك. أنا بصراحة هيك حكيت من عندي، قلت له أنه أنت اللي أجلتي هذا الموضوع علشان بدك تخلفي. أنا؟ عن جد حكيت له هيك؟ طب ليه أليكس؟ ليه عم بتطلعني كذاب قدام أهلي؟ حبيبي شو فيها هلا؟ شو هالموضوع؟ يعني ما أنا طالع قدام أهلك كذاب مدمن كحول، ما بفي بوعودي، بشك فيكي ومعذبك. يعني إذا أنت طلعتي لك هيك بكذبة صغيرة طلعتي قدامهم كذابة، يعني شو فيها؟ أصلا مش عادل، أنا عندي كتير سيئات. في ريحة جاية من المطبخ، شو طابخة اليوم؟ يلا حبيبتي حطي إيدك هني. أيوة يلا. لا لا خلي ايدك عليه، خلي ايدك عليه. ايوه ما شاء الله. شل نشاط عنك عنك يما، انا ساعدك. يلا اسمحي لي بالرقصه دي. يلا واحد اثنين، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نفتش لكم الباب.
أول مرة أحس إني بتضايق لهالدرجة. استغفر الله العظيم. وفاء بنتي مقعدة. ما علي فهد. باكر بالتعود مثل ما وفاء بالتعود. جذي من بدايتها مشاكل ومصايب. كان لازم الأول أعرف إني ما لازم أستمر فيها. من بدايتها دم وسجين وبعدين إهانات وطرد وتجريح والحين حادث وإعاقة بعد. وما خفيه كان أعظم. لو الواحد فينا يدري باكر إيش بيصير له كان ولا واحد فينا ندم على أي شيء سواه. شفت شلون يبا؟ الأمور سهلة دمنا الإنسان عنده عزيمة. إي والله يا أبو أفي وأنت الصاج. ها على مش قعدتي؟ يبا خل نروح صار الليل نبي نخلي البنية ترتاح. وفاء أبوي تبين شيء؟ لا يبا سلامتك. يلا يبا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. تصبحين على خير. جاء الخير يما. مع السلامة. كذاب. لا هو واحد كذاب، يروح يتأكد من إيميله. يا زلمة بعثت له إياهم مع الشباب. أي شو هالحكي الفاضي؟ اسمع، ألو. ألو. صوتك بيقطع. ايوه اسمع ابعت لي الايميل تبعك مسج. خلص سلام. يلا تصبحين على خير. بتنام برا البيت؟ يمكن. تصبحين على خير. وانت من اهل الخير. بنام برا بس وعدك فاطمة بيكون آخر يوم أنام فيه برا. أليكس هلا عمي هلا ماذا نور؟ شو هالنور؟ ما بسيطة خالته هدوا أعصابكم. شو هالموضوع بسيطة كتير؟ طمنا شو فيها؟ شو صاير لها؟ ما يعني عم بقولها هلا غسيل دم وهلا ارتاحت خلص. غسيل دم؟ شو بها نور أليكس؟ خالته يعني مش عارف بس شكله في عندها مشكلة بالكلى. مشكلة بالكلى؟ شو يعني؟ ما بعرف أنا الدكتور إجا وهذا وأعطاها المهدئات بكرة كل إشي ببين يعني رح يعملوا تحاليل. طيب وين غرفتها؟ هون والله مش أنتوا هلا مش رح تشوفوها هلا إنه نايمة وارتاحت هلا يا دوب يعني. وديني لعندها بدي أشوفها. يا خالته ما في داعي. وين غرفتها؟ وين غرفتها؟ خلصني. هون وين؟ أنا بدي أروح لأنه أنا عندي بكرة شغل الصبح لازم أروح. غرفتها وين؟ هون هاي الغرفة. أنا رايح عندي شغل خالته. بكرة بنشوفكم. يلا الله يكون معك. شو هالزلمة هاد؟ معقول بيترك مرته وهي بالمستشفى؟ الله
يستر عليك يا نور. الله يستر عليك ويحفظك من كل شر. أبى أكلمك. قول. لا تخرعني. لينا. باختصار. أنا فهمت لينا، أنا من عقب حادث وفاء اختلف تفكيري. أنا كنت حاسة بكذي، يعني زعلانة. وإذا زعلت بتغير رأيك؟ أنا آسف لينا، أنت طالق مرحبا بابا. أهلا بابا. شلون صرت يا عيوني؟ الحمد لله الوجع خف شوي. الحمد لله. خبر أليكس؟ بعد ما بين. آسف يا أبو عدنان، مش فاضي لك. ما عم بجاوب. بيكون بشيء اجتماع. ماشي الحال. صباحك الله بالخير. هلا هلا، صباح النور. يلا مشينا حتى نجيب البنية من المستشفى. شلون نطلعها من المستشفى والدكتور قايل يا بيه الاسبوع؟ اقول لك ما انت تقولي للدكتور. فاطمه، انا فهد بوافي، ما حد يفرض راي علي. مرحبا يا جماعه. اهلا. شو حبيبي كيفه؟ الحمد لله الوجع راح، بس حاسه حالي ما قادره اتحرك. معلي حبيبي معلي، هذا عشان المسكنات اللي اخذتيها. المهم انت ما تفكري بهذا الموضوع، اوكي؟ يومين ثلاثه بتروحي على البيت. أليكس، آمي، خلينا نشوف دكتور ونشوف نتيجة التحليل كمان. طبعا طبعا. تفضل. بعد إذنك. بابا شو في؟ أنا شو صاير فيني؟ يا ماما ما في شيء، عجبها خايفة ما في شيء. يا ماما كيف ما في شيء؟ ما شفتي البابا كيف أخذ أليكس وطلعوا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام. وفاء يبا شلونك؟ الحمد لله يبا. اقول وديك تطلعين من المستشفى اليوم. ها؟ ايه يبا ابي اطلع من المستشفى، مليت من القعدة هني. فاطمة عامر لمي اغراضها، اليوم احنا رايحين نلويها ويانا. أليكس، نور معها فشل كلوي تام، يعني إذا ما أخذت كلية ما فيها تعيش. والله عارف هالحكي يا عمي، ما أنا عارف. أنا سألت الدكتور قال لي ما فيني أعطيها لأن رجال ختياره كبير. طبعا يرضى عليك يا أليكس، ما في غيرك أنت. لا لا يا عمي، ولو من غير ما تحكي، أنا أصلا كنت نازل على المختبر حتى ياخذوا مني دم ويشوفوا إذا مطابق أو مش مطابق. إن شاء الله يا رب أطلع مطابق، أنا بتمنى أعمل هالشيء. صحيح، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ولو يا عمي هي مش بس بنتك، مرتي، لا يمكن اتخلى عنها. حبيبي عمي طمن طمن. يعني اكيد؟ لك اكيد طبعا يا عمي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. فوت لنشوفها، فوت. ها فاطمه، لميتك الاغراض هاي؟ ايه لمينا الاغراض وجهزنا وفاء، بس الدكتور ايش قال لك؟ وافق؟ فاطمه، ايش بيقول الدكتور يعني؟ انا فهد بوافي. يبه يعني خلاص بي البيت معاكم؟ أفا عليك يا بنيتي، أبوك فهد بوافي إذا قال شيء لازم يصير. يلا يبه. يا اخوك ما يصير عاد هذا الحكي، لازم تصحى لنفسك يا اخي، شو الحكي بتضيع بتضيعني معاك اخي. اقول لك تبي تتخلى عني بعد؟ ترى اذا مو همك امري خلاص خلني بحالي يا اخي. يبا الموضوع مو تخلى عنك ولا تخلى عني، انتبه لحالك يا اخوك. ايش فيك انت؟ اصحى، المفروض ترى شيء بيفلت من ايدك. ها يعني ايش تبيني اسوي؟ والله ما تتكلم، انصحني، فهمني، انت مو رفيجي يا اخي. انا مستعد انفذ اي اقتراح تقوله الحين الحين انفذه، بس خلي يكون في حل. انا بالضبط ما اعرف ايش راح تسوي، لكن كل اللي اعرفه يا صلاح انك لازم تواجه نفسك وتاخذ قرار، حتى لو كان القرار هذا على حساب نفسك، وحتى لو كان غلط ويترك اثر في حياتك، بس لازم تاخذ قرار. حتى تعرفون ان البيت من غير ريايل ما يسوى شيء. أليكس، يعني صار لك قاعد اكثر من ساعه بتطلع فيني، في شيء بدك تقوله؟ نور انتي مش صغيرة، اتصور بتعرفي ان الطب اتطور.
أليكس، أنا صاير لي إشي مش منيح. بما إنه الطب تطور معناته ما في إشي صعب. أوكي أليكس، أنا فاهمة. خبرني، خبرني شو صاير فيني، ما تخبي عني. فشل كلوي. شو؟ فشل كلوي؟ يعني أنا، يعني أبدأ أقضي باقي عمري كله على غسيل الدم؟ حياتي كلها بعيشة في المستشفيات؟ حبيبي ما في إشي من هذا الحكي ممكن يصير. أنت عارفة إذا الواحد عنده مشاكل شو محتاج حتى يحلها؟ مصاري، فلوس، شوية ناس بيحبوا، تكنولوجيا وعلم متطور. الأمر يا أليكس ما بينحل بهيك أشياء. أنا خلص نهايتي قربت. لا نور حبيبي ما تحكي هيك. ليش؟ مش هيدي الحقيقة؟ مش أنا معي فشل كلوي؟ يعني خلص، خلص. صح، أنت عندك فشل كلوي، بس عندك بالمقابل كل مقومات حل هاي المشكلة. عندك المصاري، وعندك الإنسان اللي بيحبك، أنا، أليكس. ما تخافي عليه. يعني انت شو بتقدر تساوي؟ لا بزعل منك. أليكس ممكن يساوي اشياء ولا بتخطر على بالك. بكره بتشوفي. أليكس بليز ما تتخلى عني. الله يخليك، خليك حدي باخر ايامي. بلا حكي فاضي. شو اخر ايامك؟ انا خلص بكره رح اعمل تحاليل عشان اتبرع لك انا بالكلية. انت يا أليكس معقول؟ اذا بغيتي شي حبيبتي ناديني. ان شاء الله يمه. تصبحين على خير. وانتي من هلا. والحين يا صلاح، قبل أبوي لي ما كان يبيك، أما من الحين أكيد أنت اللي ما تبيني. معك حق، معك حق. إيش فايدة وحدة على كرسي؟ شو هالورطة هاي؟ تتجوز وتطلع البضاعة مغشوشة أو مش شغالة على المظبوط. فشل كلوي. بس حرام، حرام، حرام يصير فيها هيك. يا ترى مين فيكم أحلى؟ مين فيكم أمتع ولس؟ اي أليكس شو مالك؟ شو بتحبها؟ لا لا، أليكس ما بيحب. أليكس بس بينحب.
خلاص لينا، هلنا تطلقنا. وبعدين فهودي مات ورجع فهد بوافي، فهد بوافي، فهد بوافي. سلام محمد.